إنجيل القداس 16 توت من مزامير أبينا داود النبي. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك توفى النزور في أورشليم. استمع يا الله صلاتي، لأنه إليك يأتي كل بشر. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية في لبس، سأل تلاميذه قائلا: ماذا يقول الناس في ابن الإنسان؟ من هو؟ فهم قالوا: قوم قالوا يوحنا المعمدان، وقال آخرون إيليا، وقال آخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوباك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. والمجد لله دائماً.